العجز الاكتواري يزداد سنة عن أخرى. وأذكر أن إحنا من حوالي يمكن 8 7 سنوات كان عجز الاكتواري حوالي مليار مليارين، إلى وصل في 2019 إلى 14 مليار طبعا. ولكن مع الأسف الشديد كما ذكر الأخ الوزير بأن أيضا هذه التوافقات التي تمت الآن لن تطيل من عمر هذه الصناديق إلا سنوات محدودة. نحن ذكر الأخوان بأن صندوق التقاعد الحكومي كان سينفذ في 2024 وصندوق التقاعد الخاص في 2030، والآن يقول الوزير بأن الصندوقين سوف يمتد عمرهم إلى 2035، في حين أن الدراسة الاكتوارية الأصلية تكلمت عن 2085 ولا 84. نحن خسرنا بهذه التعديلات 50 سنة إضافية سيد الرئيس. فلا نعتقد بأننا وضعنا حلول جذرية.